معكم سليم صوالح، 36 سنة، رئيس مجموعة سليم للسعادات الفولكلورية. أنا ولد فاس وحليت عيني يعني في الزوايا، وكنت كنحضر يعني من الصغر ديالي الليلة ديال المديح والسماع قناواح ماتشا عيساوة، بين هادشي اللي جعلني نتأثر به من الصغر ديالي، بالإضافة إلى التفاعل ديالي مع الجمعيات عبر المراحل ديال الكبر ديالي، وهادشي كله اللي جعلني يعني تغرس في ديك الروح الفنية التراثية الفولكلورية، واللي مع الوقت يعني تلقيت راسي بالعفوية والتلقائية بأنني مجرور نحو هاد الهوية وهاد الريحة هذا كما كنقولوا بالدارجة، واللي جعلني مع التدرج ديالي مع شوية الخبرة مع الكثرة ديال السفر ديالي مختلف المدن المغربية، ناخذ فكرة لدرجة أنني أسس فرقة أو بما يعرف مجموعة، حيث جاتني فكرة ديال نأسس أول مجموعة اللي كتقن أزيد من 4 الأنواع أو أشكال فولكلورية اللي كتنتمي لمختلف مناطق المملكة. وبكثرة السفر ديالنا والجوال ديالنا والخدمة ديالنا في مهرجانات وفي كرنفالات، يعني كنتكلم على نفسي كشخص بأنني كنت كنقلب على واحد الأرض خصبة اللي نقدر نكون فيها راسي ونبرز راسي وندير سميتي نقشها من ذهب. وشاءت الأقدار الإلهية بأنني زرت الناظور وعاودت يعني وأعجبت بالناظور وأعجبت بالريف وبتقاليدهم وباختلاف الطريقة ديال أعراسهم وتنظيماتهم. وهنا فكرت يعني نبقى نتنقل ما بين فاس والناظور، ودرت معارف كتار، تفاعلت مع جمعيات وتقوت العلاقة ديالي مختلف الشرائح ديالهم، لا الفنانين ولا المخرجين ولا الكوميديين، والحمد لله شاءت الأقدار يعني تزوج مهنة من الريف يعني الديسريفية، وشبه مستقر في الناظور حاليا، وتعرفنا يعني بحكم المدة اللي طولت هنايا تعرفنا على تقاليدهم على أفكارهم على الديماغوجية ديالهم اللي كتميز بواحد الشكل ممتاز يعني مختلف على مناطق المملكة، ويعني عندهم واحد الهوية بوحده كما نقولوا الشمال بوحده الصحراء بوحدها جبل بوحده شلوح الأطلس بوحدهم، يعني عندهم واحد تنوع ثقافي واحد مروض اللي كنفكر مستقبلا إن شاء الله. يعني أنا في طور تعلم الأمازيغية الريفية يعني مازال ما كنتقنهاش، على ما نتقنها إن شاء الله غادي نتجه الفن اللي غادي نكسبه جديد اللي هو تابع للرقادة أو لما يعرف بأسطورة لالا بويا، اللي إن شاء الله يعني راني كنجتهد فيها باش نتقنوها إن شاء الله بحول الله. Yeah.
وبحكم تواجدي والإقامة في الناظور يعني تعرفت على الطقوس والتقاليد والموروث الثقافي الأمازيغي الأصيل. يعني فكرت أنايا كفاعل جمعوي كفنان فولكلوري فكرت نضم أمسية شعبانة يعني في هذه الأرض السعيدة. نضمتها من أول يعني بمجهود شخصي وبمجهود الفرقة ديالي يعني اللي تكبدوا متاعب السفر يعني طلعوا من فاس وما لقاتش واحد الإقبال كبير حيث هاد ليلة شعبانة مازال ما معروفاش بالشكل المطلوب عند أهل المنطقة هنايا. وهاد العام هذا وليت عاودت محاولة ونضم صفقة الأفراح الوحدة ونفس الشيء يعني ما نجحتش بالشكل المطلوب لنكون صريحين. وكنتمنى المرة الجاية إن شاء الله أنا لن أتراجع إن شاء الله المرة المقبلة كنتمنى مجلس بلدي أو مجلس إقليمي يعاونونا باش حيت هاد المناسبات هادو كنديروهم أهل المنطقة يعني كنبغيو نخلقوا واحد الجو تراثي جو عائلي جو اللي كيسود فيه الذكر والشفاعة والصلاة على النبي يعني كما كيقولوا مرة في العام. كنتمنى من السلطات من هاد المنبر هذا كنتمنى يكونوا أذن صاغية ويساندونا في هاد المبادرة حيت هاد الموروث الثقافي ديال ليلة شعبانة كاين في معظم مناطق المملكة إلا في بعض الجهات اللي عندهم موروثهم ثقافي آخر وهذا شيء جميل حيت المغرب كيمتاز بالتنوع الثقافي والموروث الفكري. والحمد لله يعني تبادل الثقافات ورخا حنا في مملكة واحدة يعني كتختلف من منطقة الأخرى مثلا فاس مكناس سلا الدار البيضاء مراكش كل كيدير عيساوة حماتشا قناوة كل كيدير المديح والسماء الدار البيضاء والنواحي ديالها يعني كيديروا العونيات كيديروا احتفال مغاير يعني واخا حنا عشنا في ليلة شعبانة كتلقى في الدار البيضاء اختلاف يعني كتحب تشوف تعرف. ومن هنا كنوجه التحية لجميع مناطق وكنقول لكم مبروك عواشركم بمناسبة قدوم الشهر الفضيل. نتمنى لكم تكونوا بألف خير. أخوكم سالم سوالح.